هي الوطنية لحقوق الإنسان. الحقيقة إحنا الأمة الوحيدة عبر التاريخ التي أقامت سوق للكلمة، واليوم هذا القانون أنا أعتقد يمكن أن نسميه بأنه قانون تجريم الكلمة. هذا القانون لا يمكن أن نقف على توصيفه بكلمات ولا بأكثر مما قيل، لأن زوايا الأضرار التي يمكن أن تحدث ويحدث هذا القانون له أبعاد مختلفة. أنا سمعت الحزبيين يعتقدون بأن هذا القانون يقصد العمل الحزبي تحديدا، والصحفيين تحدثوا بنفس النفس، وأنا أعتقد بأن هذا القانون هو سيء للحياة العامة وللحريات العامة، وليس فقط الحريات الحزبية أو الحريات الصحفية، وبالتالي يجب التدرع بالرأي العام. وعندما نتحدث عن سرعة إنجاز هذا القانون، بالمقابل يجب أن ننقل المعركة إلى الرأي العام بسرعة. إذا فشلنا أن نحدث رأي عام وتحريك رأي عام وإبقاء الحديث عنه في المستوى النخبوي الحزبي والصحفي، أنا أعتقد بأننا سنفشل في الخطوة الأولى. الخطوة الأولى يجب السرعة في نقل خطورة واستشعار خطورة هذا القانون لكل إنسان. وإحنا اليوم ترى من أعلى النسب في العالم للتعاطي في السوشيال ميديا وعلى صفحات الفيسبوك وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. إخواننا، هذا القانون لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. وبنفس الوقت اللي كنت بدي أتحدث فيه في الفكرة اللي تحدث فيها الدكتور وأيضا الأستاذ بسام في مسألة إنه الدخول في التفاصيل، إذا دخلنا في التفاصيل سنغرق في التفاصيل. يجب التركيز على سحب القانون. هل نحن قادرون على الوصول إلى هذه النقطة؟ أنا في تقديري إذا ذهبنا إلى الرأي العام نحن قادرون على ذلك. شكرا. شكرا.